بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي هو استكمال لموضوع الغياب، فورم الغياب وتقرير الغياب، غياب الطالب، وهو استكمال أيضا لمشروع قاعدة بيانات مدرسة ببرنامج التطبيق المايكروسوفت أكسس داتابيز. كنا في الفيديو اللي فات الحمد لله بفضل الله وصلنا ل لما بنعرض فورم الغياب، فعندنا كومبو بوكس فيه أسماء الطلاب اللي في المدرسة، بنضغط على اسم أي طالب فيهم وبنعمل عرض لتقرير الغياب، فبيظهر معانا طبعا التقرير بتاع الطالب المحدد اللي احنا حددناه ده، ماشي، وأيام الغياب اللي هو غابها، وده ببساطة يعني. فبنعمل طباعة مباشرة للتقرير أو عرض للطباعة، ماشي، اللي هو عرض ما قبل الطباعة ده، أو بنعمل إغراق للتقرير. ولكن ظهرت مشكلة، المشكلة ديت إن الكومبو بوكس ده فيه 10 طلاب مثلا أو 12 أو 15 أو غيره. لو المدرسة اللي عندي فيها 1000 طالب مثلا أو 1500 أو عدد كبير، فإزاي إن أنا يعني هبدأ إن أنا أدور في الأسماء دي كلها كده علشان أوصل للطالب اللي أنا عاوزه؟ لا طبعا الكلام ده مش عملي، ولكن المفروض يكون فيه هنا يعني تكست بوكس كده نكتب فيه اسم الطالب أو جزء من اسمه ونعمل بحث، فيظهر معانا نتائج البحث ونختار على أساسها الشغل بتاعنا. طيب ده اللي هنعمله في الفيديو الحالي، وهنطور أيضا في تقرير الغياب. تقرير الغياب ده يعني عاوزين نضيف فيه صيغة إنذار هنا كده للطالب، بحيث إن احنا نبعته لولي أمره بالتوقيع بالعلم وكده يعني، ماشي. تعال نشوف النهاردة هنشتغل هنعمل ايه. نبدأ كده على بركة الله، بسم الله. أول شيء احنا مش عاوزين الكومبو بوكس ده، احنا عاوزين أي أداة هنا نقوم بإدراجها هنا بحيث تعرض نتائج البحث. احنا هنعمل بحث في تكست بوكس، وفيه عايزين شيء هنا يعرض نتائج البحث بتاعنا، وفي زر هنا هنعمله للبحث. هندخل على وضع التصميم. طبعا وضع التصميم المفروض انه فتح كده، ولكن خلف الشاشة دي لان دي الشاشة الرئيسية. هندخل ايضا على الشاشة الرئيسية او نعملها اغلاق، ماشي. الكومبو بوكس ده خلاص انا مش عاوزه، طيب ممكن اشيله كده واضيف تكست بوكس. التكست بوكس ده اللي انا هبحث هكتب اسم الطالب فيه، ماشي. التكست بوكس بيكون ليه ليبل كده اللي هو التسمية بتاعته، ماشي. الليبل ده هكتب فيه بحث عن طالب مثلا، وهنا هكتب اسم الطالب. التكست بوكس ده اللي هنكتب فيه اسم الطالب ده المفروض ان هو يكون له اسم، ماشي. الاسم ده اللي هو نص 5 ده، لا انا هكتب اسم يعني فريد كده بحيث ان انا اعرفه ويكون موجود معايا في الذاكرة دايما، يعني بحيث ان انا في اي وقت اعرف اوصل له، ماشي. هنا هحدد نص 5 ده واكتب RR 2 R كابيتال، ماشي. ده اللي هو التكست بوكس ده خلاص، لان هستخدمه حاليا. وهكتب هنا كتبنا بحث عن طالب، تعال نعدل التنسيق بتاعه ببساطة كده، خليه في المنتصف وبولد ونخليه مثلا 14، ماشي. ولون الخط نخليه باللون ده، تمام. بحث عن طالب، كمان التلات أزرار دولت هنزل بهم تحت شوية كده، ونعرض هنا، نعمل هنا زر للبحث. الزر البحث ده هنضيفه منين؟ من تصميم، والزر هوت، وهكتب هنا كلمة بحث، وبرضو هعمل لها تنسيق بسيط خالص، ان يكون مثلا من الأنماط السريعة دي، نخليه بده ونكبر الخط بتاعه شوية، تمام كده. يبقى انا هكتب هنا الاسم، جزء من الاسم اللي انا هبحث بيه من اسم الطالب، وبعد كده هعمل بحث، فهيتم عرض نتائج البحث. نتائج البحث هتعرض فين؟ ده RR، وهنا هيتم عرض نتائج البحث في الجزء ده. الجزء ده هعمل له هضيف فيه list box، قائمة
مربع. طبعا عندنا كومبو بوكس وفي تكست بوكس وفي ليست بوكس. الليست دي يعني قائمة، هضيفها هنا كده، خليها كده المساحة دي تقريبا، ونكتب هنا نتائج البحث. وممكن نحذف الليبل ده اصلا مش عاوزه، بس خلينا نكتبه مش مشكلة، نتائج البحث الحالي. ماشي، نتائج البحث الحالي ديت خليها هنا كده، ونخليها باللون ده. الليست بوكس دي المصدر بتاعها ايه؟ البيانات اللي فيها هتكون ايه؟ من بيانات مصدر الصف، هستدعي جدول جدول الطلاب ده، وهضيف فيها هعمل اغلاق، هضيف فيها الاسم بس كفاية، واغلاق، وحفظ. تمام، تعال نشوف كده طريقة عرض النموذج. هنا ظهر معايا أسماء الطلاب اللي موجودين في المدرسة حاليا اللي هما دول. تمام، الليست بوكس أنا عاوز أسميها اسم، ماشي، وبعد كده هي تعرض فقط اللي مكتوب في الخانة بتاعت الـ RRD. يبقى هروح على طريقة عرض التصميم، وهاخد الليست بوكس دي نسميها من غير ذلك قائمة ديت، خليها 3R RRR، نحدد الاسم كده 1 2 3، 3R كابيتال اهمت. ماشي، يبقى هروح هنا على الزر بتاع بحث ده، هدخل تاني على الليست بوكس على بيانات مصدر الصف عشان اكتب بقى الكود بتاعي. هروح هنا وهكتب في المعيار بالانجليش، هكتب F، هختار فورمز، وبعدين علامة التعجب، الفورم اللي احنا شغالين عليه اللي هو فورم الغياب، وبعدين علامة التعجب. انا عندي RR اهيت، يعني الاسم اللي في RR، ماشي، اللي في فورم الغياب هو بس اللي تعرضه في الليست بوكس. تمام كده، بالطريقة دي هيعرض الاسم اذا كان مطابق، اذا كان مطابق. طب اذا كان مش مطابق، طب تعال نشوف كده. طبعا هنا لازم اعمل ريكويري، اعمل ريكويري عند الضغط على زر بحث. يبقى عند الضغط هنا حدث، عند النقر، ماشي، هعمل منشئ الماكرو، هقول له لو سمحت اعمل ريكويري لايه؟ لل RRR 3R، حفظ واغلاق. احنا ماشيين واحدة واحدة اهوت، وركز معايا عشان ايه ما تتوهش مني. يبقى احنا الاول عملنا تكست بوكس هكتب فيه الاسم، ده غير منضم، ده يعني ليس له علاقة بأي جداول، انا هكتب هنا الاسم. وبعدين عملنا ليست بوكس هيتم عرض فيها النتائج، بس انا ربطتها بالجدول اللي فيه اسماء الطلاب عشان الاسماء تظهر هنا، بس ما تظهرش من الاسماء اللي هنا غير الاسم اللي يتكتب هنا. ماشي، والكلام ده لما اضغط على زر بحث. هعمل حفظ، وتعالى نشوف كده عرض النموذج. طبعا هنا مفيش اسماء ظهرت لان مفيش اي شيء هنا. هكتب هنا مثلا محمد، وبعدين اعمل بحث. ظهر عندي هنا ايه في نتائج البحث هنا محمد اهو. طيب كتبت مثلا انا عندي طالبة اسمها ريم، وعملت بحث
ظهر لي هنا ريم اهيت، عندي طالب اسمه عاصم وعملت بحث ظهر معايا عاصم هنا اهوت. تمام، حلو كده، كويس لحد الوقت. طيب انا عاوز بس ازود شوية في اسماء الطلاب علشان اعرف اعمل بحث كويس ونبحث بجزء من الاسم. لحد الوقت لابد ان يكون الاسم مطابق، يعني مثلا احنا كتبنا ريم ماشي وظهر معانا ريم، مش كده؟ طيب وكتبت عاصم وظهر معايا عاصم. طيب لو كتبت ره ويه بس اللي هو جزء من كلمة ريم وعملت بحث، هل هيظهر هنا اي شيء؟ كتبت عين والف اللي هو جزء من كلمة عاصم وعملت بحث، هل هيظهر هنا عاصم؟ لا، يبقى لابد ان يكون الاسم بالكامل. طب انا مش حافظ الاسماء بالكامل، انا اصلا عامل البحث ده عشان انا مش حافظ اسماء الطلاب، انا يعني هطلب كده منه ان يبحث معايا كده ويدور، اما اكتب له حرف او حرفين او خمسة ماشي يبحث ويجيب لي النتائج المطابقة لكده. فانا عشان كده طبعا انا عندي اسماء الطلاب اصلا شوية صغيرين، فعشان كده عاوزين نعمل ايه هنا، نكتر الاسماء شوية. هروح على التيبل بتاع الطلاب ده ماشي ونزود في اسماء الطلاب شوية، او نكبر في نذكر مثلا اسم الاب واسم الجد وكده، يعني اسم العائلة، يعني ابراهيم ده نخليه ابراهيم محمود مرسي، يعني احنا بنعرض المعلومة بكل تفصيل علشان برضو يعني الناس تستفاد ماشي. ومحمود ده هنخليها محمود ابراهيم محمود مثلا، ومحمد ده نخليه محمد ابراهيم محمود، وعاصم نفس الكلام. خد بالك معايا، حسين ده هنخليه حسين المهدي المهدي، وعلي ده هنسميه علي محمد، وأحمد هيكون أحمد، أنا مش عارف يعني أحمد إيه، هنسميه مثلا عبد الرحمن مثلا، وريم برضو تبقى ريم عبد الرحمن، ومريم المهدي، وسلمى عبد السلام المهدي، لا خلاها سلمى عبد السلام بس، مش عشان نجيب هنا عبد كمان عبد السلام، عبد السلام النجار ماشي، وده هيكون 1011 ماشي. تعال نشوف كده البيانات اللي احنا ضفناها ديت في الشغل بتاعنا، حفظ ونعمل اغلاق للتيبل ده. هروح على فورم الغياب اهوت ماشي، هابحث مثلا عن ريم بحث، مفيش ريم لان انا هنا ما كتبتش الاسم بالكامل. طيب عاصم ابراهيم محمود، عاصم ابراهيم محمود، هل كده يبحث؟ ايوه فعلا بحث وجاب لي الاسم بالكامل، شلنا كلمة محمود وبحث معرفش عاصم ابراهيم محمود. طيب نعمل ايه عشان نحل المشكلة دي؟ خد بالك من الخطوة اللي جاية دي، ركز معايا كده. هروح هنا عند القائمة ديت اللي هي الليست بوكس دي، في مصدر الصف بتاعها اللي احنا عاملين له فورمز والكلام ده ماشي، اللي هي التعبير دهوت ماشي، اروح على قبل اول كلمة في التعبير اللي هي فورمز دي، هروح قبلها واكتب لايك، لايك يعني مثل، زي يعني شبه، لايك وستار، الستار دي احطها بين تو كوتيشن ستار كده، وبعدين اند ماشي، واروح على الاخر خالص هنا واقول له كمان اند، وبعدين تو كوتيشن كده، علامتي تنصيص وبعدين ستار وعلامتي تنصيص، بس كده. بص كده انا قلت له ايه، ستار دي يعني اي حاجه، اي مجموعه حروف، اي شيء، اي نص،
وضيف له join and الكلمة اللي مكتوبة في ال RR اللي هو التكست بوكس اللي احنا بنبحث بيه. وبعد الكلمة دي يعني مثلا كتبت كلمة ريم، خد بالك معايا وركز كده، كتبت كلمة ايه؟ ريم. لو في اي كلمة عندك في نتائج البحث جاب لي كلمة ريم سواء ملتصقة بيها او بعيد عنها او كلمات بعدها، ماشي، حروف ونصوص بعدها، هات لي كل ده بالتشابه ده. ده معنى المعنى التقريبي يعني الايه للكلام ده، اغلاق وبعدين حافظ، ماشي، ما تعملش حفظ واغلاق، لا اغلاق وبعدين حافظ، حفظ اهو هنا وبعدين اغلاق. تعال نشوف كده، ادي الرئيسية. انا مش عاوز كل الناس، انا عاوز ابحث عن حد معين، عبد السلام. ضغطت بحث، قال لي فيه عبد السلام النجار وفي سلمى عبد السلام. هي سلمى عبد السلام ديت اللي انا عاوز البحث التقرير بتاعها. خد بالك اول ما عملت عرض للتقرير قال لي الاسم، الصف، اليوم، انا ما ربطتش التقرير. طب كويس، كويس خالص. تعال نربط التقرير، طريقة عرض التصميم ويعمل اغلاق لده. ما ربطناش التقرير، التقرير ده هوت هروح على وضع الديزاين بتاعه. انا عندي الليست بوكس اسمه ايه؟ 3R، مش كده؟ يبقى هروح هنا، لما مصدر الصف بتاعه كان R واحدة في فورم الغياب، طبعا هو مش لاقي الR دلوقتي، ما فيش R اصلا، في 3R، فهبدأ ان انا اكتب كمان 2R معاها. ادي R هنا كده، R 3R همت اللي هم الليست بوكس. اوكي، اغلاق وبعدين حفظ، اعمل اغلاق لده وتعالى نكمل تاني. نبحث على عبد السلام، تعالى نبحث تاني على ريم. خد بالك بقى ان ريم هنا هيظهر لي نتائج مختلفة. بحث، قال لي في ريم عبد الرحمن وفي مريم المهدي. ايه ده، هو فين ريم هنا؟ ريم اهيت الره واليه والميم، لاني قلت له في البحث دور لي على اي حروف او نصوص قبلها وبعدها وتكون يعني شبيهة بكده. فانت لو عايز ريم اهي ريم اهي، لو عايز مريم اهي. طب نعرض ريم كده نشوف ايه وضعها من الغياب، التقرير بتاعها. ريم دي الكود بتاعها 1008 وهي في الصف الثالث، والايام الغياب بتاعتها ادي يوم ويوم ويوم، ماشي. اغلاق التقرير. طب تعال نشوف حد تاني. انا عندي حد اسمه مرسي اهوت، ابحث. مفيش مرسي خالص عندي في المدرسة غير ابراهيم محمود مرسي. طيب اعرض التقرير بتاعه، هو ده وده ايام الغياب بتاعته. طيب تعالى نبحث عن عبد الرحمن، بحث. في عندي احمد عبد الرحمن وفي ريم عبد الرحمن، اي حد فيهم انت عاوز تختاره بتحدده كده اهوت، وبعدين تعمل عرض تقرير الغياب. طيب التقرير ده مش حلو، مكتوب فيه كده فين الانذار اصلا، فين الصيغة بتاعته؟ هروح ببساطة وبسرعة خالص على عرض التصميم بتاع التقرير، طبعا نعمل اغلاق لده. هروح احدد الجزء ده، انزل بيه شوية كده لتحت، وكل العناصر ديت انزل بيها شوية كده لتحت، وهنا هكتب في تكست بوكس، لا في ليبل هنا كده، هكتب الصيغة اللي انا عاوزها، السيد ولي امر الطالب، تمام. خد بالك بقى واعمل ايه، عاوز اكتب اسم الطالب هنا، يبقى هاخد الاسم ده هوت كنترول سي، وهنا كده اعمله كنترول في، اخد الاسم ده واضيفه هنا، يبقى السيد ولي امر الطالب ده هو الطالب ده. ركز عشان تنسيق التقرير ده مهم مهم مهم، ماشي. الليبل بتاع الاسم ده انا مش عاوزه،
هاخد ده كنترول سي كنترول في تحتها اهوت واكبر كده شويه صدر يا امر الطالب. نحيط علم او علمكم، تعال نوضح الكلام ده شويه عشان مش واضح. دول الثلاثه خليهم من تنسيق باللون ده مثلا 12. نحيط علمكم بأن الطالب المذكور قد تغيب عن المدرسة الأيام الموضحة من الجدول التالي، وأن أي تجاوز للمدة القانونية المسموح بها للغياب قد يؤدي إلى بعض العقوبات الإدارية ما لم يتقدم الطالب بعذر مقبول للغياب أو لسبب الغياب. وهاخد ده برضو كنترول سي كنترول في 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 ثلاثة همات، اخد واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. هنا هكتب وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية. هنا هكتب شؤون الطلبة، وهنا هكتب مدير المدرسة. طيب شؤون الطلبة ومدير المدرسة دي احنا ممكن نضيفها فين؟ في نهاية التقرير. ماشي، يعني هنا كده دي هنا ودي كمان هنا، واخد ده كله اطلع بيه شوية كده ده وده 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 وكمان ده ده. التكست بوكس خد بالك اللي فيه القيم مش الليبل، دول كلهم هخليهم بلون مختلف وليكن اللون ده وخليهم بولد. ماشي، وكمان اغير الخلفية بتاعتهم كده. ماشي، وشؤون الطلبة ومدير المدرسة وده كمان كل دول اخليهم كده. تعال نشوف التقرير كده. حفظ اغلاق الرئيسية الاول اهوت، فورم الغياب، نبحث عن اي طالب. لو عندنا مثلا مش عارف الاسم فهكتب محمد، محمد دي هيجيب لي محمد محمد ابراهيم محمود وعلي محمد. ناخد محمد ابراهيم محمود تقرير
الغياب، لقيت ان تقرير الغياب مكتوب فيه السيد ولي امر الطالب اهوت محمد ابراهيم محمود، نحيط يعني المقدمه اللي احنا كتبناها وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحيه. كود الطالب 1003 واسمه والصف المقيد فيه وايام الغيابه هيت ماشي، وشؤون الطلبه ومدير المدرسه وده التاريخ. لو عايزين نعرض عرض الطباعه، الطباعه هتكون ازاي؟ هتكون بالطريقه دي ماشي. دي صفحه الغياب او صفحه الانذار، انذار بغياب الطالب، ونكتب هنا تقرير غياب الطالب نخليها في المنتصف، هي يعني مش في المنتصف ليه؟ نروح على وضع التصميم، نعمل اغلاق وضع تصميم غياب الطالب ده، هي خليها هنا كده ماشي، هنا مثلا تقريبا كده، ونعمل حفظ ونبص كده لاخر مرة، نعمل اغلاق الرئيسية فورم الغياب، نعمل بحث عن طالب اسمه، نشوف محمود معانا كم، محمود نعمل بحث، عندي دولت اللي فيهم محمود ابراهيم محمود ومحمد ابراهيم وابراهيم محمود، في محمود اكتر من محمود اهوت، نشوف محمود ده، عرض تقرير غياب الطالب قال لي ان الولد ده غايب يوم 2 3 4 ايام اهوت، وده الانذار بتاعه و اغلاق التقرير طبعا، من هنا عرض الطباعة، وممكن تطبع مباشرة زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. ودي باختصار ازاي نعمل بحث عن طالب لو عندي الاف الاسماء، ممكن بجزء من الاسم لو كتبت هنا بس يعني راهوية اهوت اللي هو اول حرف في ريم وفي مريم، هتلاقي هنا الأسماء أو البيانات ظهرت معاك، لو ميم وحه وميم اللي هي أول محمود وأول محمد، كل محمود وكل محمد تظهر معاك هنا ماشي. تعرض التقرير ببساطة خالص وتعمل طباعة مباشرة أو تعمل إغلاق للتقرير وإغلاق لكل شيء. يعني أرجو إن الفيديو ده والفيديو اللي فات، طبعا الفيديو ده استكمال لما تم عرضه وشرحه في الفيديو الماضي اللي هو تأسيس فورم الغياب والتيبل بتاع الغياب والتقرير بتاع الغياب، ولكن النهاردة زودنا عليه المكتبة بتاعة التقرير، وزودنا عليه البحث عن أي طالب بجزء من اسم الطالب، جزء من اسم العائلة، جزء من اسم الأب، أي نص تكون عارفه من الطالب وتعمل بحث عليه، يتم عرض كل النتائج الموجودة والمتوقعة. أرجو إن المعلومة تكون مفيدة وسهلة، أتمنى من حضراتكم إن لو أنت شايف إن الشروح ديت مفيدة وتفيد غيرك يعني، إن تقوم بمشاركتها ودعمنا بلايك وبتعليق، بتعليق كده يعني يحفزنا على الاستمرار، ادعمنا بالاشتراك وبمشاركة الفيديوهات. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، اضغط على زر الجرس لتلقي التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.